ازيكم يا شباب؟ هنبدأ النهاردة أول بارت في شابتر الآي، وشابتر الآي من الشواتر التقيلة واللي لازم تذاكره كله على بعضه كده وتفهمه كله ككتلة واحدة. طيب خلونا نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض. طبعا احنا عارفين ان الآي هي الأورجان اللي مسؤول عن الفيجن، وربنا حاميها في مكان بوني من السكال اللي هو الأوربت. طيب بيقول لك الآي اللي عندنا ديت هي عبارة عن كورة، هي تحديدا مش كورة واحدة، هي تلات كور في بعض. مش احنا عندنا اي كرة زي الكرة الكفر مثلا اللي كنا بنلعب بيها الكرة دي جواها هوا، فعشان كده هي واخدة شكل الكرة، اقصد ما بيحصلهاش كولابس، ما بيحصلهاش ان الوول الكفر اللي بره ده بيكولابس للسنتر اللي جوه لان هي مليانة هوا. فالاي بتاعتنا دي برضو واخدة شكل كرة، معنى كده ان جواها حاجة. جواها ايه؟ هنعرف كمان شوية ان هي جواها حاجة اسمها اكواس وجواها حاجة اسمها فيترياس، هما دول اللي زي الهوا في الكرة الكفر اللي بنلعب بيها كرة. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم على الوول بتاع الكوره. مش قلنا ان هي كوره؟ طيب الوول بتاع الكوره بيتكون من ثلاث طبقات او ثلاث كفرات لكور جوه بعض كده. تعالوا نستخدم برنامج 3D عشان نقدر نفهم يعني ايه كوره ويعني ايه الكلام ده. طيب يا شباب دي الاي، وبما اني بقول ان دي الاي معنى كده اللي انا شايفه قدامي ده هو الاوتر كوت او الكفر الخارجي للكوره. بيقول لك الكفر الخارجي المدور ده بيتكون من ايه؟ بيقول لك بيتكون من حته قدام اسمها كورنيا، وانا ملونها بابيض. اللون الابيض معناها ان هي شفافه يعني ترانسبرنت. شايفين الغيره ازاي؟ يعني سدس الكوره بس، والبقيه الاوتر كود كل الحته الرصاصي اللي هي الرصاص اللي انا عمال الف فيها دي زي ما انتم شايفين ان هي كوره، الحته الرصاص دي اسمها سكلير. ماشي، معنى كده ان الاوتر كود ده بيتكون من حته قدام شفافه وهنعرف دلوقتي هي عامله ازاي، وحته كبيره خالص كل الحته اللي ورا دي كل دي اللي اسمها ايه؟ السكليرا. تمام، ده الاوتر كود. طيب انا عايز دلوقتي اشيل الاوتر كود ده، اعمله ديليت واشوف يا ترى ايه هي الكورتين اللي لسه باقيين جوه. انت بتقول لي هي ثلاث كور في بعض، تعالوا نشيل الكوره دي. ادي الاي بتاعتنا او الاوتر فايبرس لاير بقى اللي بتتكون من كورنيا شفافه قدام وبقيه السكليرا كلها ورا سكليرا اهو. ماشي، طيب انا لو شيلت الاوتر كود ده، خلينا باصين بالجنب كده للاي، وانا لو شيلت الاوتر كود ده ادي اهو ديليت، ايه اللي هيحصل؟ لقيت كوره تانية اهو. طيب يا ترى الميدل لاير بقى بتتكون من ايه؟ الكوره التانيه دي بتتكون من حته حمراء مليانه بلاد فيزلز اسمها كورويد، كل الحته الحمراء دي اسمها كورويد. طب يا ترى ايه الحته النبيتي دي؟ الحته النبيتي دي اسمها سيلياري بادي. طب والحته البني دي؟ الحته البني دي اسمها الايرس او القزحيه، اللي لو تعرفوا ان هي دي اللي بتدينا لون العين، وهنفهم الكلام ده كله بعدين. بس بلاقي ان الكوره دي كوره بيرفوريتد. يعني ايه بيرفوريتد؟ يعني مش كوره كامله. شايفين الدايره اللي في النص البيضه دي بقى مش دايره شفافه زي الكورنيا، لا دي البيوبل يعني فتحه العين، دي بقى بيرفوريتد يعني هي ابريتشر يعني فتحه الضوء بيدخل من خلالها، ما عليهاش اي حاجه شفافه او اي حاجه، هي فراغ. فالبيوبل هي مجرد اوبن، معنى كده ان الميدل كوت او الكوره بتاع الميدل كوت دي ما هي الا كوره مخرومه من قدام، الخرم اللي فيها من قدام ده اسمه البيوبل. تمام، ادي الميدل كوت، وعلى فكره الميدل كوت ده بيسموه اليوفيا. تعالوا نعمل ديليت للميدل كوت ده ونشوف الانر كوت بقى. لقينا الانر كوت مش دايره، ده لقيناه نص دايره. شايفين نص دايره ازاي؟ نص دايره ده يا شباب هو اللي اسمه الريتنا، يعني الشبكيه، وهي دي الحاجه السنسوري او الحاجه العصبيه اللي موجوده في الاي واللي مسؤوله عن الفيجن. يعني هي زي ما تقول كده هي دي الحته العصبيه اللي في الاي. تمام، اللي هي اسمها الريتنا، ودي الانر لاير بتاعه الوول بتاعه الاي بول. يعني دلوقتي الاي بول دي انت قلت لي الكوره الوول بتاعها بيتكون من ثلاث رئات او ثلاثه لايرز، اوتر فايبرس لاير، وعلى فكره هي دي اللي احنا شايفينها. شايفين الشفافه ديت؟ الشفافه دي هي الكورنيا، وكل البياض اللي ورا ده اللي اسمه سكليرا. على فكره اصلا السكليرا بالعربي يعني بياض العين، والكورنيا اللي هي القرنيه اللي عامله زي ازاز الساعه. ازاز الساعه شفاف، ايه فايده ازاز الساعه؟ انه بيحمل العقارب وكده، بس يا ترى انا باخد بالي لما ابص في الساعه؟ لا، لانه شفاف، وهو شفاف من تحته الايرس اللي هو جزء من الميدل كوت او اليوفيا اللي هو الجزء الامامي اللي هو الايرس الازرق ده مثلا، لانه في بعض الناس بيبقى لون ازرق وبعض الناس لون عينها بني. طيب والمفروض الايرس بقى لو شيرنا السكليرا دي هنلاقي هنا السيلياري بودي مدور كده داير ما يدور، هنلاقي الكورويد اللي ورا الاحمر كله، بس السكليرا مغطيه طبعا. وشايفين بقى في نص الايرس ايه؟ البيوبل، الفتحه الابريتشر اللي هي باينه كاسود دي، بس هي مش حاجه سودا، لا دي هي فتحه يعني
اوبن. طيب لو شلت كل الحاجات دي هلاقي نص دايره جوه كده اللي هو الريتنا. انا بس عملت الحكايه دي لان عايز افهمكم ان الاي 3 دي كلها كور، كور في بعضها، اقصد 3 دي ليها ثلاث ابعاد في الفراغ. فاحنا لما نيجي ندرس الاي دراسه اكيد هتبقى على صوره 2 دي، مش كده بس، هتبقى على مقطع. يعني مثلا ادي الاي بتاعتنا بالاوتر كود بتاعها اهو، هنيجي ناخد فيها كات سيكشن. عارفين يعني ايه ناخد فيها كات سيكشن؟ يعني ده الاوتر كود اهو، ودي الدايره الثانيه اللي جواها، هنوديها كده كات سيكشن، ودي الدايره الثالثه اللي هي الريتنا هندخلها جوه كده عشان ناخد فيها كات سيكشن. شايفين الوقت؟ شايفين الوقت الاي؟ الاي بالثلاثه لايرز اللي في الوول انا اخدتهم كات سيكشن، يعني قطعتهم النص كده وهشوفه. يعني انا دلوقتي قطعت هقطع الجزء ده خالص، وهاجي بقى اشوف الجزء ده من جوه. انتوا فاهمين ازاي خدت كات سيكشن ازاي؟ يعني النص ده خلاص هشيله واشوف الاجزاء اللي جوه من الاي بقى، تمام؟ فتعالوا بقى نشوف الاي ونبدا الكلام بتاعه. ادي الاي اهي في الكات سيكشن لما شفناه. خلونا في الاوتر كوت. الاوتر كوت بيكون من حته زرقاء كبيره خالص اللي هي السكليرا، والحته اللي قدام الشفافه جاست اللي هي الكورنيا اللي واخده بس مساحه صغيره من الكوره الاوتر دي. طب نيجي للميدل لاير. الميدل لاير بتتكون من ثلاث طبقات، كورويد اللي ورا ده اهو، كورويد اللي ورا ده اهو، والسيلياري بودي بعدين، وبعدين الايرس. طب نيجي للانر كوت اللي هو مش دايره كامله، ده هو نص دايره اللي هو الريتن. وزي ما انتم شايفين برضو الميدل كوت مش دايره كامله، ده هو مخرومه من قدام بالبيوبل. بس الرسمه دي 2 دي، فلازم نكون فهمنا يعني ايه الرسمه 3 دي عشان نقدر نفهم. يبقى ده الاوتر كوت لوحده اهو، دخلنا فيه الميدل كوت بالثلاث اجزاء بتاعته، دخلنا فيه الانر كوت اللي هي الريتنا اللي هي نص دايره، والريتنا بتكمل في الاخر تطلع كاوبتيك نيرف من ورا الاي. دي كانت مقدمه بسيطه عن الاي كده. فاحنا عايزين ناخد كل كوت سواء الاوتر او الميدل او الانر ونتكلم على كل بارت فيه بالتفصيل. فاكيد اول حاجه هنبدا بالاوتر كوت، وهنبدا بالكورنيا او القرنيه اللي هي اللي قدام دي. طيب يا شباب ادي الاي بتاعتنا، خليكم مركزين معايا كده مع الاوتر كوت. بيكون من قدام بس من الكورنيا، وكل الباقي ده ابيض اللي هي السكليرا، تمام؟ والكورنيا قدام هي اللي شفافه، انما السكليرا مش شفافه، وهنعرف الكلام ده دلوقتي. طيب وبعد كده الميدل كود بيكون من ورا الحته الكبيره خالص منه كرويد، وبعد كده سيلياري بودي، وبعد كده ايريس. شايفين بقى الايريس مكمل 360 درجه ازاي؟ اقصد مفيش حاجه اسمها ايريس فوق وايريس تحت، ده الايريس كله بيبقى 360 درجه، وهو ده فائده 3 دي اللي انا كنت بوريه لكم في الاول عشان افهمكم ان كل الحاجات 360 درجه، لان الاي 3 دي يعني كور وليس دوائر. يعني مفيش حاجه اسمها ايريس فوق ايرس تحت وسيلياري بادي فوق وسيلياري بادي تحت، لا ده هو كله حاجه واحده. شايفين الايرس بيكمل مع بعض 360 درجه، والدايره اللي في النص الاوبن دي اللي هي البيو. طيب نيجي للانر كوت اللي هي الريتنا اللي هي نص كوره. ادي الريتنا دي نص كوره بتاعتنا ومش مكمله لقدام. طيب عايزين نتكلم بقى على الكورنيا. بادئ الكلام كده بيقول لك ان الكورنيا هي جزء من الاوتر فايبرس لاير بتاعه الاي. طيب يا ترى الكورنيا دي واخده كام في الميه؟ يعني هو بيقول لك واخده السدس الامامي بس، الانتيريور 6 اوف الاوتر كوت، لان كل البوستيريور 5 6 بيكونهم السكليرا اللي هي البيضه اللي مش شفافه. بيقول لك برده الكورنيا هي ترانسبيرنت. الكورنيا دي حط في دماغك ان هي عامله زي ازاز الساعه بالظبط. لو اعتبرنا ان الاي بالحاجات اللي جواها هي الساعه، فالكورنيا هي ازاز الساعه اللي بره الشفاف اللي بيخليني اقدر اشوف الساعه من جوه بعقربها واعرف الوقت. فالكورنيا ترانسبيرنت، وبما ان هي ترانسبيرنت شفافه يعني ملهاش لون، يعني اللون بس اللي احنا حاطينه ده اللي هو الرصاص الباهت ده عشان جاست نشرح يعني، انما الكورنيا ملهاش لون. يعني برضو عشان افهمكم يعني ايه هي ملهاش لون او ستراكشرلس، دي النورمال اي اللي احنا بنشوفها في كلنا. شايفين الحته البيضه اللي بره دي؟ كل البياض ده ما هو الا السكليرا اللي قلنا لونها ابيض، واللي قلنا هي معتمه. ليه؟ لانها مش شفافه، معتمه، لونها ابيض اهو، بيبان لونها الابيض وهي مكمله في باقي الاي ورا، انما مغطين عليها بالاي ليد من فوق والاي ليد من تحت وهكذا. المفروض في هنا حته قدام اللي هي الكورنيا اللي انت بتقولي شفافه. طيب انا عايز اشوفها يا عم. بقول لك شفافه يعني هي شافه ما وراءها، اللي هو ايه وراءها؟ اللي هو الايريس البني والفتحه اللي في الايريس اللي هي البيوبل. شايفين اللمعه بتاعه الضوء؟ لو اي واحد جاب عين اخوه مثلا وجاب الكشاف بتاع الموبايل هيلاقي اللمعه بتاعه الضوء. عارفين اللمعه بتاعه الضوء دي على ايه؟ على الكورنيا الشفاف. معنى كده ان الكورنيا شفافه وملهاش لون، هي بتشف ما وراءها، انما الضوء بينعكس عليها. فاهمين ازاي؟ فبيبان لاستر من اللايت عليها كده. اللي انا عايز اوضحه بس ان الكورنيا شفافه. يعني واحد يقول لي ده ما فيش كورنيا، لا يا حبيبي في كورنيا وكل حاجه، بس هي شفافه. يعني مش يقول لك الايرس هي ده جزء الامامي من الاوتر كود، لا، الجزء الامامي من الاوتر كود هي الكورنيا الشفافه اللي بتشف اللي وراها، تمام كده يا شباب؟ وهي بتمثل الانتيريور سوتس من الكوره الخارجيه، الانتيريور سوتس من الاوتر كود، انما باقي الاوتر كود هنا وورا وكله هو الابيض السكليرا ده. طيب نرجع تاني، لو عايزين نتكلم على السكنس
بتاعها. احفظه كده في النص، بتبقى نص ملي. طبعا احنا مش نص سنتي، ما حدش يتلخبط، ده الحاجات في الاي كلها بالملي. ففي السنتر بتبقى نص ملي، والسكنس بيزيد شويه كل شويه واحنا رايحين بريفري كده، لحد ما يوصل عند البريفري بتاعها خالص، عند الملتقى بتاعها مع السكليرا، بيوصل السكنس لحوالي 1 ملي. ممكن نشوف صوره تانية توضح لنا السكنس ده اكتر. صوره زي دي مثلا، الكورنيا السنتر بتاعها اهو حوالي نص ملي، نص في النص، نص في السنتر نص ملي، وعند البريفري شايفين بتكبر شويه، يعني ده مور سكر، عنده بتوصل عند البريفري 1 ملي. خلينا نشوفها بقى تحت الميكروسكوب او باللايت ميكروسكوب، نشوف ايه الطبقات بتاعت الكورنيا. الكلام الجاي ده بقى الكلام مهم جدا بقى، الكلام بتاع الهيستولوجي. طيب دي رسمه تانية للاي، انا شلت بس البيانات عشان نختبر نفسنا. لو قلنا عايزين نتكلم على الاوتر كود، اهو من قدام كورنيا، ومن ورا كل اللي ورا ده، كل الرصاصي ده واللي اتخرم هنا واللي كمل ده، هو ده السكلير. طب لو عايزين نتكلم على الميدل كود، بامبي او الاحمر ده شويه، ده الكرويد لحد ما وصلنا للسيلياري بادي، وبعد كده للايريس، وكل حاجه 360 درجه لان كلهم كور. ده كات سيكشن بس هي الاي 3 دي دايمنشن. طيب لو نيجي للانر كود اللي هو النص دايره بتاع الريتنا، اهو اهو، وطلع كاوبتيك نيرف. طيب يلا بقى نشوف الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع الكورنيا. طبعا ده انتيريور وده بوستيريور عشان الرسمه اللي هنعرضها دلوقتي. ده انتيريور وده بوستيريور، وده كل السكنس بتاع الكورنيا بس تحت الميكروسكوب تبين لي الطبقات دي. بيقول لك الكورنيا تحت الميكروسكوب بتتكون من 5 طبقات رئيسيه، بيبطنها من بره او من الاوتر او من الانتيريور، بيبطنها ايبيثيليوم، ويبطنها من جوه او بوستيريور اندوثيليوم، وفي عندنا ميمبرين بعد الايبيثيليوم، وميمبرين قبل الاندوثيليوم، وفي النص الطبقه الرئيسيه بتاعت الكورنيا اللي هي اسمها استروما، او الاسم الثاني سبستانشيا بروبريا. اكتبوا استروما دي عشان مش مكتوب عندكم في الكتاب. يبقى من بره ايبيثيليوم، ومن جوه اندوثيليوم، وبعد كده ميمبرين هنا وميمبرين هنا، والطبقه اللي في النص اللي تمثل 90% من السيكنس بتاعت الكورنيا هي السبستانشيا بروبريا او الاستروما. طيب عايزين نتكلم اول حاجه عن الطبقه بتاعت الايبيثيليوم. الايبيثيليوم بتاع الكورنيا من النوع الاستراتيفايد سكويماس ايبيثيليوم. يعني ايه استراتيفايد؟ يعني طبقات فوق بعضها. كم طبقه هي الطبقات بتاعت الايبيثيليوم؟ بيقول لك حوالي 5 طبقات. طيب يا ترى هو كيراتينايزد ولا نون كيراتينايزد؟ يعني انا بقول لك ان الكورنيا دي شفافه، يبقى حاجه على الايبيثيليوم بتاعها واحط عليه كيراتين عشان ما اشوفش؟ لا، من حكمه ربنا ان الايبيثيليوم ده ستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد ايبيثيليوم. طيب احنا قلنا ان هو بيتكون من 5 لاير، زي اي ايبيثيليوم كده بيتدرج في الطول. يعني الطبقات البيزل بتبقى كولومنر، وبعد كده تبقى الطبقات اللي في النص بالهيدرا، وبعد كده الطبقات اللي فوق تبقى سكويمس، زي مثلا الايبيديرمس بتاع السكن لو تفتكروا، كان حاجه زي كده. طيب اتفقنا ان هم 5 لاير. بيقول لك البيزل لاير تبقى سنجل لاير من بيزل كولومنر سيلز، ليها اوفال وبيزل نيوكليا زي اي كولومنر سيل عاديه خالص. طب وبيقول لك الميدل لايرز بيبقى حوالي 3 لايرز، السيل بتبقى بوليهيدرال شويه، يعني مضلعه شويه بقى، مش كولومنر، لا زي ما تقول مدوره كده شويه، والنيوكلس بتبقى راوند. طب بالنسبه للاوتر لاير، سنجل لاير من سكويماس سيلز، يعني سكويماس فلاتند سيلز. ماشي، عايزين نعرف معلومه او خاصيه في كل جزء من الايبيثيليوم. يعني مثلا البيزل لاير، البيزل لاير دي بيقول لك فيها ميتوتيك فيجرز كتير. يلا قولوا انتوا بقى من شرح شابتر السكن اللي كنت شرحته لكم. معنى كده بما ان هي فيها ميتوتيك فيجرز كتير، ان بيحصل فيها ميتوزس كتير، معنى كده ان عندها هاي ريجينريتيف كاباسيتي، يعني تقدر تجدد الطبقات اللي فوقيها لو الطبقات اللي فوقيها اتعرضت ان هي يحصل لها ديسكواميشن او تتشال من على السطح. طب حد يسال سؤال، هو ممكن الطبقات بتاعت الايبيثيليوم الخارجيه دي تتشال من على الايبيثيليوم بتاع الكورنيا بتاع العين؟ اقول له اه ممكن. يعني مثلا لو واحد دخل في عينه رمله، الرمله هتبقى مقابله للطبقه السكويماس دي، الرمله دي ليها شارب ايدجز، هتقعد تخرم في الايبيثيليوم، مثلا تدمر الطبقتين اللي فوق دول، وبعد كده العيان يعرف ان في رمله مضايقاه يروح للدكتور يشيلها له مثلا، هو مش عارف يشيلها، او الرمله لازقه على عينيه فدمرت شويه من الايبيثيليوم. طيب مين اللي هيكون مسؤول عن التجديد؟ هي البيزل لاير دي. وعلى فكره الكورنيا الايبيثيليوم ده له ريجينيريتيف باور عاليه جدا، يعني له قدره على التجديد عاليه جدا لو حصل فيه اي انجري او اي ليجن بسيط كده. طيب يبقى الميزه بتاعت البيزل لاير ديت ان هي فيها ميتوتيك فيجرز كتير، وبالتالي هي تكون قادره ان هي تجدد الطبقات اللي فوق لو في طبقه فيها اتدمرت. طيب نيجي للثلاثه لايرز اللي هم البوليهيدرا اللي في النص دول. بيقول لك اللايرز اللي في النص دي بيبقى ريتش ان الفري نيرف اندنجز. العين يا شباب فيها الاوبتيك نيرف، بس الاوبتيك نيرف ده ما بيحسش التاتش او البين او الحاجات دي. الاوبتيك نيرف ده مسؤول عن السبيشال سنس بتاع العين اللي هو الفيجن. انما انهي نيرف اللي مسؤول ان لو العين حد خبطها كده الواحد يقفل عينيه يحس فيها بوجع؟ اللي مسؤول هو الترايجيمينال نيرف. فبيقول لك اول نيرف
الاندنج للترايجمنال نيرف تبقى موجوده في اللاير اللي في النص من الابيثيليوم دي، مش اللاير اللي فوق، لا في اللاير اللي في النص، بلاقي فيها فري نيرف اندنجز من الترايجمنال نيرف. طيب دي هتشيل ايه؟ دي تشيل بين، تشيل تاتش، تشيل بريشر. فاكرين كان في حاجه كده بتاخدوها اسمها كورنيال ريفلكس في الفسيولوجي، حد هيجيب حته قطنه كده ويقوم مقربها من عين العيان، بمجرد ما القطنه بتلمس سطح الكورنيا العيان يحصل له ريفلكس بلينكينج، يقفل عينيه. كورنيال ريفلكس ده بروتكتيف ريفلكس، ربنا حمينا بيه، ان اي حاجه تيجي على عينيك تلمسها يقوم الواحد قافل الاثنين اي ليد ويحصل بلينكينج عشان الحاجه دي ما تدخلش تعمل انجري للاي. ما هو سبب وجودها الفري نيرف اندنج اللي موجوده في الابيثيليوم، تحديدا في الطبقات اللي في النص من الابيثيليوم دي. دي الميزه بتاعه الطبقات اللي في النص اللي هم ثلاثه دول. طب يا ترى الطبقه الخارجيه خالص اللي هي السكويمس او الفلاتند سيلز ديت، بيقول لك لو جينا شفناها تحت الالكترون مايكروسكوب هنلاقي مايكروفولاي صغيره قوي قوي قوي، هنلاقيها على السيرفيس بتاعها من بره. طب المايكروفولاي ديت يا ترى ايه فايدتها؟ فايدتها ان هي تحافظ على الدموع. تعالوا كده يا شباب اوريكم حاجه. شايفين العين بتاعتنا دي؟ العين بتاعتنا دي فيها جهاز مهم جدا اسمه اللاكريمال سيستم. اللاكريمال سيستم ده اللي مسؤول عن افراز الدموع. واحد يقول لي ايه علاقه الدموع ده؟ الدموع دي بتتفرز وانا بعيط؟ اقول له لا، الدموع دي بتتفرز وانت في الحاله العاديه خالص في دموع موجوده على عينك بس كميه قليله جدا. بيقول لك ان مثلا 1 تير يعني دمعه واحده بتتفرز من اللاكريمال سيستم كل باين 5 دقائق، حاجه شبه كده يعني. اللي اقصده يعني في تيرز او دموع موجوده على عينينا في الحاله النورمال خالص من غير اي ايموشنال اكسايتمنت او اي حاجه. ايه وظيفتها؟ وظيفتها ان هي تحافظ على الكورنيا ويت اول ذا تايم. عارفين لو مفيش دموع او واحد عنده مشكله في اللاكريمال سيستم الكورنيا دي تبقى دراي، ولما يحصل دراينس في الكورنيا يحصل فيها بيرفوريشن من اي حاجه. الدموع اللي بتتفرز في الحاله الطبيعيه دي الاي ليد اللي فوق واللي تحت عاملين زي مساحات عمالين يمسحوها على العين كده رايح جاي مع البلينكينج السبونتينيوس اللي بيحصل سبونتينيوس كل 20 ثانيه، عمالين يمسحوها ويوزعوها على الكورنيا وكده عشان يخلوها ويت اول تايم، لان لو حصل فيها دراينس يحصل كورنيال انجري، تحديدا يحصل كورنيال التريشن، طبقات من الابيثيليوم تبقى التريتد كده ومتدمره او متكله. يبقى ايه وظيفه المايكروفيلاي اللي موجوده في الطبقه الخارجيه خالص من الابيثيليوم؟ ان هي ريتين الفيلم بتاع التيرز، المحتوى بتاع التيرز دوت تخليه متحافظ عليه. يعني هي لو كانت ليها فلات سيرفيس كده ما فيش مايكروفيلاي كانت برضو الدموع هتقع، انما لما الدموع تلاقي زي النجيله كده اكنك وقعت ميه ما بين نجيله، الميه هتبقى ريتيند ويبقى محافظ عليها او ما تفقدش بسهوله يعني. طيب احنا كده خلصنا الابيثيليوم او الاوتر لاير من الكورنيا. الطبقه اللي تحت الابيثيليوم هي ممبرين، زي ما قلنا الطبقه اللي قبل الاندوثيليوم برضو ممبرين. طب يا ترى الممبرين اللي تحت الابيثيليوم ده اسمه ايه؟ اسمه بومانز ممبرين. بومانز ممبرين ده بيبقى هوموجينس يعني متجانس، بيبقى نون سيلولار، ما فيش فيه سيلز ولا نيوكلياي بتاع سيلز ولا اي حاجه، بيبقى طبعا ترانسبرنت، احنا اتفقنا ان الكورنيا كلها بتبقى ترانسبرنت شفافه. بيقول لك طب هو يا ترى بيكون من ايه؟ بيقول لك بيكون بس من كولاجين فايبرز كده وخلاص. طيب يا ترى ايه الفانكشن بتاعت بومانز ممبرين دي؟ بيقول لك البومانز ممبرين ده عامل زي بارير، اكنه حاجز او جدار كده، فان الابيثيليوم اللي فوق ده ممكن يتدمر بسهوله، او هو بيتدمر بشكل طبيعي من حين لاخر وبيتجدد بالطبقه اللي تحت، ودي حاجه نورمالي، حاجه فيسيولوجيا موجود. انما البومانز ممبرين ده ما ينفعش يتدمر. اكت از بروتكتيف بارير. بروتكتيف بارير اجينست ايه؟ واحد خد تروما، خد بوكس في عينيه، البومانز ممبرين ده يحافظ او يكون هو خط الدفاع الاولاني او البارير البروتكتيف الاولاني ضد التروما. برضو اجينست البكتيريا الانفكشن، تيجي مثلا بكتيريا تقدر تدمر الابيثيليوم ده، انما تيجي عند البومانز ممبرين يقول لها لا ده انا خط الدفاع الاول، اقف هنا انا مش هعديك، عشان لو دخلت البكتيريا تعمل مصايب في العين. طب بيقول لك في حاله بقى البومانز ممبرين ده اتدمر، في حاله ان البومانز ممبرين ده اتدمر يا شباب بيقول لك ما ينفعش يحصل له ريجنريشن، مش زي الابيثيليوم اللي فوق بقى. اتفقنا ان الابيثيليوم اللي فوق بيتجدد من الطبقه اللي تحت، الطبقه اللي تحت فيها ميتوتيك فيجرز كتير تقدر تجدد اي ابيثيليوم ممكن يتدمر، انما البومانز ممبرين ده لو اتدمر كانت ريجنريت، كانت هيل، عشان كده هيسيب لي سكار. فلما بومانز ممبرين يتدمر ويسيب لي سكار في الكورنيا اللي هي اوريدي ترانسبرنت، السكار اللي اتكونت دي تخلي لي الكورنيا وبيك، يحصل ما يسمى بكورنيال اوباسيتي، عتامه الكورنيا. الكلام ده هتاخدوه بالرمد في التفصيل بس عايز افهمكم الكلمه بس. احنا اتفقنا ان دي نورمال اي، فبالتالي دي نورمال كورنيا، فشفه اللي وراها من ايريس ومن بيوبل، والحته البيضه دي يا دوب بس انعكاس الضوء، يعني لو انا حركت الضوء كده هلاقي نقطه انعكاس الضوء دي بتتحرك معايا، اقصد دي مش اوباسيتي او سكار في الاي. تعالى اوريكم اي فيها كورنيال اوباسيتي نتيجه بومانز ممبرين اتدمر مثلا. دي النورمال اي، شايفين بقى الصوره دي؟ في اوباسيتي، في حته بيضه كده مش عارف اشوف الايريس والبيوبل من وراها، والصوره دي برده في هنا اوباسيتي مش عارف اشوف الايريس من وراها. يبقى دي بتحصل لما البومانز ممبرين يتدمر، كانت ريجنريت، فبالتالي هيسيب لي سكار او ندبه اللي هي تعمل لي كورنيال اوباسيتي، والكورنيا ما تبقاش ترانسبرنت وتبقى اوبيك.